في جيرو ميتاني، أهلا بك سيد جيرو على شاشة اليوم. تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين. تفضل سيد جيرو، معك التفاصيل حول آخر الاعتداءات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا، تحديدا ريف ديرك المالكية. تفضل. بداية أعزي جميع عوائل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. صباح اليوم الأربعاء بتمام الساعة 10 استهدفت الطائرات التركية المسيرة إحدى السيارات بالقرب من بلدة خاناسري، وتلاها استهداف سيارتين بالقرب من مدخل المدينة أو كما هو معروف قوس المدينة. طبعا في هذا القصف وبعملية غير إنسانية أيضا تم استهداف السيارة التي حاولت نقل الجرحى والمصابين إلى مشفى المدينة، وفي هذه العملية استشهد ثلاث أعضاء من قوات السوتورو وهي قوات سريانية ضمن قوى الأمن الداخلي، هم الشهيد شربل نعيم صليبة وجميل حنا حنا ومظفر محمد محمد، بالإضافة إلى وجود جرحى يتلقون الآن العلاج في مشفى مدينة ديريك والتي بدورها ناشدت سكان المدينة للتبرع بالدم لكافة الزمر. الجرحى هم جورج شيمون وداني سمير خلف، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى لم نحصل على أسمائهم. أسفر القصف أيضا بإلحاق الضرر بممتلكات المدنيين والمحلات التجارية في قوس المدينة. نعم سيد جيرو، أنتم كصحفيين على الأرض يعني كيف ترصدون مواقف الدول الضامنة التي هي من المفترض أنها ضامنة وراعية لوقف إطلاق النار، والتي وقعت اتفاقيات مع تركيا عام 2019 وهم كل من روسيا وأمريكا، يعني ما هو الموقف سيد جيرو؟ تفضل. مع الأسف الشديد هذه الدول مواقفها مخزية من القصف التركي على مدن وبلدات شمال وشرق سوريا والتي تضرب أمن واستقرار هذه المناطق. كما هو معروف قوى الأمن الداخلي هي قوات أمنية تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار للأهالي والمدنيين. هذه الدول الضامنة لهذه الاتفاقيات تبقى صامتة دائما أثناء هذا القصف. قبل أيام عديدة كان هنالك دوريات أمريكية وروسية في هذه القرى التي يتم الآن استهدافها، لذلك ليس فقط الصحفيين ولكن سكان المنطقة غير مطمئنين أبدا من هذا الصمت الدولي أزاء الهجمات التركية على المنطقة. أيضا يعني وسط هذا الصمت الدولي، يعني هل كيف للإدارة الذاتية أن تواجه هذا الصمت؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامها؟ طبعا دائما ما تناشد الإدارة الذاتية بدول التحالف الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف هذه الهجمات على هذه المناطق. نرى بأن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ابتعدت كليا عن مهاجمة القوات التركية في ضمن الحدود التركية، وهي لم تعتدي عليها بأي شكل من الأشكال. الإدارة الذاتية تقول دائما نحن قوات، نحن جهات نعمل على تحقيق الحوار السياسي لإنهاء الصراع في سوريا بعيدا عن الحروب والدمار الذي حصل في سوريا طيلة السنوات الماضية. إذا الإدارة الذاتية دائما ما تدعو إلى الحوار بعيدا عن هذه الهجمات. ماذا عن الموقف الشعبي سيد جيرو؟ يعني ذكرت في بداية حديثك أن هناك الشعب الآن يتقاطرون، السكان هناك يتقاطرون إلى المستشفيات للتبرع بزمر الدم المطلوبة، يعني الموقف الشعبي العام من هذه الاعتداءات التركية التي تطال يعني القرى الأهلة بالسكان، تطال البنية التحتية، تطال بين الحين والآخر سيارات، كيف هو الموقف الشعبي هناك؟ نعم، منذ القصف الأخير لدولة الاحتلال التركي والتي استهدفت المنشآت الخدمية وحرمت أبناء المنطقة من أبسط مقومات العيش من الكهرباء والماء والاستقرار، الشعب غاضب من هذه الهجمات بالطبع ويتوجه باستمرار لدعم أبنائه من الجرحى والمصابين، كما يشارك في مراسيم الشهداء بشكل كبير. أهالي هذه المنطقة يعترضون دائما الدوريات الروسية والأمريكية التي تجوب القرى والبلدات في المنطقة وتطالبهم بالتدخل لوقف الهجمات التركية، لكن مع الأسف هذه الدول تبقى صامتة دائما وتتوعد أبناء المنطقة بأنهم
سيمنع الطيران التركي من استهداف هذه المناطق، لكنها لا تفي بوعودها. إذا أبناء المنطقة باقون في مدنهم وبلداتهم صامدون رغم كل رغم فقدان جميع مقومات العيش، ومنذ القصف التركي الأخير على منطقة مشاة السويدية أبناء المنطقة جميعهم يعيشون بدون كهرباء ولا يزالون متعلقون بمدنهم وبلداتهم. نعم، شكرا لك سيد جيرو على كل هذه المعلومات. كان معي من المالكية ديريك الصحفي جيرو ميتاني، أشكرك جزيل الشكر.